اللي بعدنا 12 دوري، شوف كام و30 كاس، اللي بعدنا كام و20 كاس. لما تيجي تقعد تقرا الارقام وارقام النادي الاهلي هتبقى حاجه جميله جدا جدا، وهتعرف ليه الناس دايما بتختار النادي الاهلي واسم النادي الاهلي. خلينا نعرف اكتر تفاصيل من هذا الموضوع او عن هذا الموضوع من العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي. سياده العميد، ازاي حضرتك يا فندم؟ مساء الخير يا كابتن اسلام، ازيك يا فندم؟ مساء الفل يا فندم، ازي حضرتك؟ الله يخليك. يعني اولا عايزين نعرف اكتر تفاصيل اكتر عن الالبوم للنادي الاهلي. لا هو بص، الالبوم النادي الاهلي ده برضو من ضمن الموضوعات او من ضمن الافكار اللي مجلس اداره النادي الاهلي منذ توليه بيفكر فيها، عشان خاطر يكون هناك تواصل نمره واحد طبعا بين جمهور النادي الاهلي وبين تاريخ النادي الاهلي وبين ولادنا الصغيرين. ساعات النهارده كل الشباب وكل الاولاد الصغيره اتجهت للدوري الاوروبي اكثر، اتجهت يعني النهارده ما بقاش فيه الاولاد الصغيره، وخصوصا اللي هو سن 6 سنوات و7 سنوات. انت بتكبر القاعده بتاعتك، القاعده الجماهيريه بتاعتك. ازاي ولادنا يعرفوا التاريخ؟ ازاي ولادنا يعرفوا تاريخ البطولات من 1907؟ ازاي في الناس ابطال خدمت النادي الاهلي ونجوم خدموا النادي الاهلي اللي توفاها الله طبعا رحمه الله عليه، الرموز اللي موجوده النهارده وعايشه وخدمت في النادي الاهلي تبقى موجوده، جماهيرنا تبقى عارفاهم. الناس دي قدمت للنادي الاهلي كتير، من حقهم النهارده اللي يكون في تواصل بين الجمهور وبين رموزه وبين بطولاته اللي موجوده. فكانت هي دي فكره الالبوم اللي كابتن خطيب يعني على الفور، وكان يعني بيشدد جدا في توثيق تاريخ النادي الاهلي، ودي اهم حاجه. وعلى يعني برضه في برضه مشروع تاني يدرس جيدا دلوقتي، وان شاء الله باذن الله يظهر للنور قريبا، اللي هو متحف النادي الاهلي. ايوه طبعا النهارده احنا ابتدينا بالالبوم عشان يكون في توثيق لتاريخ النادي الاهلي، ويكون في تواصل بين جماهير النادي الاهلي وبين نجومه وبطولاته ورموزه. امتى هيكون موجود يا فندم في الشارع للناس؟ لا ده خلاص يعني بدايه من الاسبوع القادم ان شاء الله، في على طول الشركه القائمه على الموضوع الالبوم يعني وضعها مع التنسيق مع اداره التسويق طبعا تحت اداره الاستاذ امين توفيق. ايوه ان شاء الله الاسبوع القادم هيكون موجود على 27 محافظه، وفي متابعه وتقارير هتقدم لإدارة التسويق عشان خاطر يبقى في دايما تحديث. واكيد طبعا زي ما المركز الاعلامي قال، المركز الاعلامي بذل جهد يعني مدني وجبار خلال فتره طويله عشان خاطر ما ينفعش يعني على قدر الامكان بتوثق التاريخ بشكل مضبوط، لكن اكيد برضه هيبقى في حاجه يعني لو اتنسيت هيبقى في على طول تحديث لهذا الموضوع، يعني بحيث يبقى هذا التاريخ يعني موجود في هذا الالبوم بالنسبه لاي حد من جمهور النادي الاهلي لما بيشوفه او بيطلع عليه بيكون متابع من 1907 لغايه وقتنا هذا، وان شاء الله بعد كده اللي يجي بعدينا بيكمل هذا الموضوع ان شاء الله باذن الله. سيد العميد، عايز اسال حضرتك برضو، هل هناك تفاصيل اكتر؟ بمعنى ان انا لما هفتح الالبوم هلاقي ايه؟ هبص على صور؟ هقرا حاجه؟ هعمل ايه؟ ممكن تقول لنا تفاصيل اكتر للناس؟ عشان لا دي خليها كابتن اسلام ان شاء الله باذن الله في يعني قريب جدا يبقى في حلقه مع حضرتك او حلقه في قناه الاهلي او الممبر المركز الاعلامي، يكون الشركه نفسها مع اداره التسويق مع المركز الاعلامي القائمين على الموضوع. لازم هيبقى في برضو برنامج خاص ازاي نوصل للناس ونعرف الناس بالظبط كده الالبوم هيبقى شغال ازاي وشكله عامل ازاي ان شاء الله. طيب خلينا ننتقل الى موضوع اخر، وهو موضوع نادي الاهلي وملاقاته لفريق كانو سبورت في برج العرب. هل خلاص الموضوع انتهى واصبحت المباراه بالفعل رسميا في برج العرب؟ النهارده في خطاب رسمي وصل الحمد لله من الاتحاد برج العرب. طبعا احنا برضو المباراه عشان خاطر جماهيرنا تبقى يعني موجوده معانا ومتفاعله معانا، احنا كنا كلنا بالجهات كلها كنا بنتمنى المباراه تقام في استاد السلام، ولكن طبعا نظرا للظروف الامنيه اللي احنا موجودين فيها يعني كل ان شاء الله بيعدي على خير باذن الله، لكن ارتقى للمباريات اللي هتقام الافريقيه بالنسبه للنادي الاهلي او الزمالك او الاتحاد او المصري تبقى في منطقه برج العرب، امنا لاولادنا وامنا عشان خاطر بس ان شاء الله باذن الله يعدي على خير الايام اللي جايه ان شاء الله. فاحنا خلاص يعني النهارده جه جواب رسمي الاتحاد بعته لنا، واحنا خاطبنا الفريق الضيف اللي احنا غيرنا المكان وخاطبنا الاتحاد الافريقي عن طريق الاتحاد المصري، والامور ماشيه. احنا عندنا 5000 برضو من جماهير النادي الاهلي طرحنا التيكت بتاع المباراه عن طريق السيستم، فتحناه النهارده الساعه 5 وهيتم اغلاقه بكره، وهيتم برضو هيبقى في منفذ ان شاء الله للتذاكر لجماهيرنا ان شاء الله في استاد اسكندريه يوم الجمعه، وبحيث النهارده برضو احنا عايزين الجمهور يبقى موجود معانا في مباراه العوده ان شاء الله، وعايزين دايما جمهورنا يبقى مساندنا ومتواجد معانا ان شاء الله. 5000 متفرج يا فندم؟ ال 5000 ان شاء الله. يعني ده خلاص تم الاتفاق على كده. اتفضل يا فندم. وانا عايز اطمن الناس يا كابتن اسلام برضو اللي برضو يعني في القريب جدا المباراه دي كانت هتقام في السلام، ولكن نظرا الظروف وانا هرجع اقول تاني امن جماهيرنا
وامن بلدنا اهم من اي شيء. طبعا المباراه دي ان شاء الله هتقام في استاد برج العرب، وفي مع النادي الاهلي شركه على اعلى مستوى للتامين اللي نظمت كاس امم افريقيا، فهتبقى مع النادي الاهلي في تعاون موجود، بحيث ان شاء الله المباراه القادمه هتبقى في القاهره ان شاء الله باذن الله. فندم ممكن تقول لنا اسعار التذاكر كام؟ الموحده للجماهير ب 50 جنيه. أيوة. الاولى شمال ب 100 جنيه، المقصوره الاماميه ب 200، المقصوره الرئيسيه ب 500 جنيه. تمام، متوقع ان احنا هنلاقي اعتقد ال 5000 موجودين في الاستاد. اتمنى ذلك ان شاء الله باذن الله، اتمنى لكل يكون بيساند النادي الاهلي في مباراه العوده ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا يا مرجان بيه وعلى وجودك معانا، وعلى الحقيقه الشغل الكتير اللي بيبقى موجود عليك كمدير تنفيذي، ونتمنى لك يا رب كل التوفيق خلال الفترة القادمة. عميد محمد مرجان المدير التنفيذي لنادي الأهلي.